Hello, my dear student. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الصناعي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض المنهج بتاعنا، وهيكون معانا النهاردة يونت 9. عنوان الدرس بتاعنا او اليونت بتاعنا زي ما اتفقنا لازم نعرف التايتل بتاعنا اللي احنا هنتكلم فيه. النهارده هنتكلم عن purpose. What is the meaning of purpose؟ purpose معناها الغرض. يعني معنى كده ان احنا اليونت النهارده هيتكلم عن حاجه بتعني المعنى دوت. طيب اول حاجه بناخدها في أي يونت واتفقنا عليها إن إحنا بناخد النيو فوكاب. النيو فوكاب دي طبعاً إحنا عارفين كويس جداً إن إحنا أهم حاجة عندنا إن إحنا كل فوكاب جديدة لازم نحفظها كويس جداً. ونعيد فيها ونزيد، لأن هو ده اللي هينفعنا في الامتحان آخر العام إن شاء الله. كل كلمة جديدة في الدرس لازم نهتم بيها جدا. هنبدأ مع بعض وهنقرأ كلمة كلمة، وياريت مع بعض اقرأ ورايا واعرف البرونانسيشن كويس عشان تعرف تنطق كل كلمة. أول كلمة عندنا النهاردة purpose اللي هي التايتل بتاع اليونت بتاعنا. purpose معناها الغرض، معناها غرض أو سبب. training تدريب. crash تصادم أو تحطم. airbag كيس هوا. dummy أنا سمع ناس بتردد ورايا، وياريت نردد ورايا كلمة كلمة علشان نعرف السبيلنج بتاعي ازاي وازاي pronouncing بتاعي يبقى صح. دومي معناها نموذج شكلي أو العروسة اللي احنا بنتعامل معاه. seat belt حزام المقعد. car model نموذج سيارة. movement حركة. safety يعني الأمان. site يعني موقع. cab طبعا كلنا بنشوفها او بنعرفها اللي هي غطاء للرأس. earth strip شريحة أرضية. electric shock صدمة كهربائية. boots اللي هي الحذاء برقبة. cables مين؟ كابل اللي هو معناه سلك كهرباء كبير. injury يعني إصابة أو جرح. drill شنيور drill. fire alarm يعني إنذار حريق. socket اللي هي الدواية بتاعة اللمبة. crocodile clip يعني ايه crocodile clip؟ كلمة crocodile معروفة ان هي تمساح، clip يعني مشبك، يبقى معناها هي مشبك على شكل تمساح. lamp اللي هي لمبة او مصباح. circuit دايرة كهربية، دايرة كهربية. اللي بعده بوت هنا معناها الشنطة، شنطة السيارة. سنسور خدناها قبل كده معناها جهاز استشعار،
جهاز استشعار، وخدنا قبل كده في الدرس اللي فات كل ما يمت بصلة بجهاز الاستشعار ووظيفته وكل حاجة عنه، وهنرجع تاني برضو النهاردة هنتكلم ونراجع عنه. barrier 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 what's the meaning of barrier؟ حاجز حاجز. runway 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 يعني ممر ممر. trainer 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 مدرب مدرب. test car test car اختبار سيارة اختبار سيارة. كاميرا كاميرا يعني كاميرا. بلوك بلوك يعني كتلة كتلة. ليد ليد رصاص اللي هي مادة الرصاص ليد. acceleration acceleration what is the meaning of acceleration يعني معدل السرعة معدل السرعة. passenger passenger what is the meaning of passenger يعني راكب راكب. impact impact what is the meaning of impact تأثير تأثير. دي الكلمات اللي احنا النهاردة هنتعرض لها في الدرس كله، أنا حبيت أجيبها كلها as a whole بحيث إن إحنا هنحفظها كلها الأول قبل ما نبدأ نقرأ أي حاجة في الدرس، علشان لما أجي أقرأ أبقى أنا عارفة كل كلمة معناها إيه وأعرف أترجم كل جملة في الدرس بتاعي. النهاردة الدرس بتاعنا عبارة عن إن إحنا لما بنيجي نعمل أي منتج صناعي أي منتج بيصنع لابد أن يجرى عليه مجموعة اختبارات للتأكد من كفاءة المنتج ده. ومن أهم المنتجات اللي المفروض أن احنا نعمل عليها التجارب دي هي صناعة السيارات. صناعة السيارات طبعا صناعة السيارات بتبقى حاجة في منتهى الخطورة، علشان كده الاختبارات اللي بتجرى عليها بتبقى دقيقة جدا. هنشوف النهاردة مجموعة من الاختبارات وازاي الشركات بتعمل الاختبارات دي وبتتأكد من سلامة المنتج اللي هي بتعمله، علشان ده في النهاية بيبقى سمعة للشركة واللي بتنتج المنتج ده. دي أول صورة عندي بتعني ان هنا العربية معناها انها عملت كراش. طيب نشوف بعد كده الديالوج اللي عندنا. الديالوج اللي عندنا النهاردة ما بين ترينر الترينر وعندي اتنين من المتدربين بيسألوا بعض الأسئلة. أول حاجة the engineers have crash tested the car. Do you have any questions؟ هنا بيقول ان المهندسين عملوا اختبار التصادم على السيارة، هل عندكم اي اسئلة؟ نمبر 1 سأل قال yes sir ايوه. What was the purpose of the crash test؟ اول سؤال اتقال طب ايه هو الغرض من اختبار السيارة ده؟ انا ليه صدمت السيارة وعملت فيها كده؟ رد عليه وقال له to test the safety of the new S45 airbag system. Any other question؟ طب معنى الكلام اللي قاله ايه؟ قال له ان احنا دلوقتي عملنا التصادم دوت او الاختبار دوت علشان نختبر الامان اللي هو المنتج الجديد بتاعنا اللي هو الايرباج الجديدة اللي هو S45 system نظام الايرباج دوت، عايزين نعرف مدى الامان اللي هو فيه. في اي سؤال تاني؟ Why did the engineers use a dummy in the crash test؟ طب هو ليه المهندسين بيستخدموا النموذج بتاع البني ادم او العروسة في اختبار التصادم؟ So as not to injure a real human driver. أيوة هو أنا هنا لو عملت حطيت إنسان حقيقي وعملت عليه التست ده معنى كده إن أنا هعرض السائق أو الإنسان لجروح كتيرة،
علشان كده ان انا بتفادى ان احنا نأذي اي انسان بيسوق السيارة. Why does the airbag inflate during a crash؟ طب انا دلوقتي لما جينا اختبرنا السيارة وعملت الصدمة الايرباج انفلات، يعني ايه انفلات؟ يعني بدأت تتفتح. طب انا استفدت ايه من فتحتها او هي اتفتحت هتعمل ايه؟ رد عليه قال له in order to protect the driver's head and the body. ايوه لما جت اتفتحت الايرباج دي اول حاجه عملتها انها بروتكت، حمت الهيد بتاعه السائق وجسمه، يبقى هي لحمايه راس وجسد السائق. راس وجسد السائق. Why do the engineers put sensors on the dummy؟ طيب انا دلوقتي شايف ان المهندسين حاطين سنسورز، يعني اجهزه استشعار على الدميه او في الدميه. طب دي فايدتها ايه؟ انا عايز اعرف فايدتها ايه. رد عليه وقال له so that they can measure its movement during the crash. علشان يقدر يقيس حركة العروسة او الدمية اثناء الصدام. العروسة لما بتتصدم بيحصل ايه؟ هل هي فعلا الايرباج لما بتتفتح بتسيطر على المكان الحركة اللي فيه السائق، ولا بتتحرك في مكان تاني بعيد عن الايرباج؟ تمام كده. نيجي بعد كده الكلام اللي احنا قلناه كله ده صورة بتقول لنا كل حاجة قلناها. اول حاجة انا عندي العربية اهي، لو احنا بصينا هنلاقي في شنطة العربية مفتوحة مكتوب عليها اسمها طبعا اللي هي بوت، في جواها lead blocks. What is the meaning of lead blocks؟ احنا لسه قاريينها دلوقتي، معناها اللي هي كتل من الرصاص. طب يا ميس هنا هو حاطط هنا كتل الرصاص دي في الشنطة ليه؟ لان احنا لما بنيجي نسوق العربية وبنخرج بيها المفروض ان احنا بنحط الشنط بتاعتنا والامتاع بتاعتنا في الشنطة بتاعت العربية. فهم بيعملوا محاكاة بالظبط لعربية ماشية في الشارع بناس حقيقيين بأدوات حقيقية علشان نعرف ايه مدى الخطورة اللي هتتعرض لها السيارة. في كمان عندنا هنا الدمية موجودة مكان السائق، في الرانوي بتاعنا موجود، في الكاميرا اللي بترصد كل الحركات، في البارير اللي هو الحائط اللي هو قدام العربية اللي هي هتصطدم بيه. ده صورة للكلام اللي احنا ترجمناه دلوقتي ما بين الاتنين اللي كانوا بيسألوا المهندس بعض الأسئلة. تمام كده. بعد كده هندخل في حاجة تانية وهي الـ Earth Testing. What is the meaning of Earth Testing؟ طبعا أقسام الكهرباء هتبقى عارفة الكلام اللي أنا بقوله ده كويس جدا. معروف أن أي جهاز كهربائي لازم يبقى فيه حاجة اسمها سلك أرضي، لازم يبقى فيه حاجة اسمها سلك أرضي. طيب ايه هي فايدة السلك الارضي دوت؟ السلك الارضي دوت هو بيهرب الشحنات الكهربائية الزيادة للارض. طب يعني ايه يا ميس الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي لو عندي جهاز بستخدمه، اي جهاز بستخدمه وليكن التلفزيون، الشنيور اللي انا بستخدمه، اي جهاز بمسكه بايدي، لو انا عندي مفيش السلك الارضي دوت كل اللي بيحصل ان الشحنة الكهربائية دي بتقدر انها تعمل تتفاعل كلها مع الميتال بارتس اللي موجودة في الجهاز ده وتقوم موصلة لي انا كشخص بستخدمه الكهرباء. طب ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل لي شوك. يعني ايه شوك؟ يعني صدمة كهربائية، يعني انا بتكهرب، يعني انا بتكهرب. علشان كده كل الاجهزة الكهربائية لازم تكون فيها حاجة أمان اسمها الـ Earth Wire. الـ Earth Wire. طيب نقرأ الكلام الموجود عندنا النهاردة. Powerful appliances have an extra wire called an Earth Wire. نفس الكلام اللي أنا قلته، إن جميع الأجهزة الكهربائية
بها سلك زيادة أو سلك إضافي يدعى أو يسمى السلك الأرضي. السلك الأرضي so that لذلك you will not get an electric shock، علشان كده أنت مش هتتعرض لأي صدمة كهربائية. From the metal parts of the appliance، من الأجزاء المعدنية اللي موجودة في الجهاز بتاعنا. تمام كده؟ يبقى نفس الترجمة اللي احنا قلناها هي دي. في بعض الأسئلة موجودة عندنا في الكتاب المدرسي برضو هنتعرض لها ونشوف معناها ايه. What does the equipment of earth testing an electric appliance consist of؟ معنى ايه الكلام ده؟ بيقول هنا مما تتكون معدات الاختبار الأرضي لجهاز الكهربي. ايه هي الحاجات اللي بيتكون منها الجهاز الكهربي؟ The equipment consists of، المعدة بتاعتي بتتكون من a battery، يعني ايه بطارية، a bulb اللي هو مصباح او لمبة، and two crocodile clips، وعندي كمان مشبكين شكل التمساح، على شكل تمساح. طب why are you pressing the switch؟ انا عندي بيبقى فيه سويتش موجود في اي جهاز كهربائي، طب ليه بستخدم الجهاز ده او المفتاح ده، او ليه بضغط على المفتاح ده؟ to start the motor لكي اشغل الموتور، او علشان اشغل الموتور بتاعي. تمام كده. طيب الصوره اللي عندي دي هي بتمثل نفس الكلام اللي احنا قلناه في الصوره اللي قبلها او في الشريحه اللي قبلها. عندي عنوان الصوره earth testing، ازاي انا الجهاز بتاعي بيبقى مكون من ايه. احنا قلنا ان الجهاز بتاعي مكون من اهو الكلام اللي انا قلت، كروكودايل كليب اهو، وفي كروكودايل كليب تاني، وعندي هنا باتري، وعندي هنا لمبة هنا اهو، وعندي هنا الجهاز بتاعي. طيب تعالى كده واحدة واحدة مع بعض نشوف ايه اللي بيحصل. انا هنا وصلت السوكت بتاعي او البلاك بتاعتي، حطيتها في الكهرباء اهو، المصدر بتاع الكهرباء. تمام، جيت عندي هنا قفلت الدايرة كلها وحطيت بقية الاسلاك بتاعتي هنا اللي هو الجزء الارضي بتاعي. هنا انا قفلت الدايرة بتاعتي، بقى في سيركت هنا الكتريكال سيركت، السيركت دي اتقفلت عندي. مجرد ما انا قفلت السيركت دي اشتغل الجهاز بتاعي. طب انا فصلت حاجة من دول، بدأ الجهاز بتاعي يتفصل، وهو ده نظام التشغيل اي جهاز موجود عندي. طيب هنيجي دلوقتي جزء الجرامر بتاعنا. الجرامر النهاردة بيتكلم عن حاجة بسيطة جدا، وحاجة هنراجعها مع بعض وخدناها كتير قبل كده. في عندنا in order to so as to، دي كلها كلمات بنربط بيها، كلمات دي كلها ليها معنى عندي، مش ملهاش. معاني الكلمات دي كلها ان انا لما اجي اربط جملة بجملة، او اجي اتكلم واقول السبب ايه او الغرض ايه، بقوم جايبة كلمة من الكلمات دي. طب يا ميس دلوقتي هو انا لما هاجي احط كلمة من الكلمات دي هحطها وخلاص؟ يعني انا دلوقتي جيت اضفت كلمة تو، طب انا عايز اعرف ايه اللي بيجي بعدها وايه اللي بيجي قبلها وايه اللي بيحصل. طيب هنا هنيجي نقول ايه، انا عندي هنا كلمة to in order to so as to، التلات كلمات دول معناهم واحد اللي هو لكي او بسبب او علشان، دي كلها معنى للتلات كلمات دول. التلات كلمات دول لو جم عندي في اي جملة لازم يجي بعدهم الجملة الفعل بعدهم في المصدر. الفعل في ايه؟ في المصدر. يبقى اي كلمة من الكلمات دي لازم يجي بعدها الفعل في المصدر. طيب تعال نشوف كده مع بعض. I am pulling the hand brake. الهاند بريك بتاعتي اللي هي فرملة العربية، الفرامل بتاعت العربية. طيب الهاند بريك اللي هي الفرامل اليد، فرامل اليد. انا بشدها او بسحبها ليه؟
in order to، كلمة in order to دي معناها لكي، لكي. طب نبص كده ايه الجملة اللي جت بعدها، to stop the car، stop the car. الفعل عندي هنا stop جه هنا في المصدر، يعني ايه جه في المصدر؟ يعني بدون اي اضافة للفعل، ما ضفتش اي حاجة على الفعل بتاعي، تمام؟ يبقى انا عندي هنا الجملة بتاعتي بقت I am pulling the hand brake، انا بشد او بسحب الفرامل اليد in order to، ولو انا حطيت هنا برضو to لوحدها هتنفع. طب لو انا حطيت so as to برضو هتنفع، لان التلات كلمات بمعنى واحد. جه بعديها الفعل في المصدر اللي هو stop، اللي هو stop the car، stop the car. هنشوف برضو مثال تاني، I am doing it، I am doing it so as to، so as to، استخدمت النوبة دي so as to slow down the car، slow down the car. يبقى انا اول مرة استخدمت pulling، انا هنا سحبتها بسرعة علشان اوقف العربية، لكن تاني مرة انا بستخدمها واحدة واحدة to slow down the car. slow down what's the meaning of slow down؟ يعني ابطأ السيارة، ابطأ سرعة السيارة. طيب انا هنا جبت التلات كلمات دول، وقلنا التلات كلمات دول بمعنى علشان او لكي. طب يا ميس في تاني عندي كلمات بتؤدي نفس المعنى، بتؤدي نفس المعنى، وهي so that و in order that. الله، يعني so that يا ميس بتساوي to؟ ايوه. يعني in order that بتساوي in order to؟ ايوه. ده معاني نفس المعنى بتاعي هو هو. طب ايه الفرق بين الثلاث كلمات دول والكلمتين دول؟ نيجي هنا بقى ونقول so that و in order that لازم يجي بعدهم جملة كاملة، لازم نجيب بعدهم جملة كاملة، ما ينفعش اتعامل مع so that او in order that زي ما اتعاملت مع الثلاث كلمات اللي فوق، لا ده انا بتعامل معهم معاملة تانية، بجيب هنا جملة كاملة. طب تعالى نشوف كده المثال الاولاني، I am pulling the hand brake، نفس المثال اللي فوق بالظبط، لو بصينا له نفس المثال، بس تعالى بقى نشوف ايه المشكلة اللي بعده، فرق ايه اللي بعده. so that، حطيت so that هنا بدل in order to، بدل in order to حطيت so that. I can stop the car، I فاعل، can فاعل، stop I can sorry فاعل، can stop فعل طبعا وفعل مساعد، the car. يبقى انا هنا اتعاملت مع so that على ان الجملة اللي بعدها جملة كاملة مكونة من جميع اركان الجملة، تمام كده، عكس ما انا عملت فوق. انا عملت فوق ايه؟ حطيت stop وكل ده ما ايه؟ ما جبتوش تاني. طب الجملة اللي بعدها، I am pulling the hand brake، I am pulling the hand brake، انا بشد او بسحب الهاند بريك in order that، in order that the car can be stopped، the car can be stopped. طب يا ميس هنا دي the car هنا بدأت هنا بايه؟ بهنا برضو بالفاعل. طب بس هنا الجملة مبنية للمجهول، ودي ما فيش مشكلة بالنسبة لنا، اهم حاجة انا بوضح لك هنا ان هنا جملة كاملة وهنا جملة كاملة. طب يا ميس انا دلوقتي لو جات لي في الامتحان حاجة زي كده، ايه اللي ممكن يجي لي؟ هقول لك ايه اللي ممكن يجي لي. انا دلوقتي لو جالي في الامتحان ممكن تجي لي الاسئلة عن طريق سبيس، وهحط كلمة مكان السبيس ده. اول حاجة هبص لها، هبص للكلمة اللي بعد السبيس. لو انا عندي طبعا هيجيب لك اختيارات، الاختيارات دي هتبقى ممكن يجيب لك in order to او in order that. طب امتى احط دي وامتى احط دي مكان السبيس؟ طيب لو انا عندي بعد السبيس فعل في المصدر، فعل فقط في المصدر، يبقى احط ايه؟ ايوه انا سامع حد بيقول in order to، لو الفعل في المصدر يبقى انا هحط in order to او اي حاجه من التلات كلمات اللي فيها to. طب بصيت بعد السبيس لقيت عندي جمله كامله، الجملة الكاملة دي بتتكون من فعل وفعل ومفعول، وزي ما أنا وضحت النهاردة وضحت إن الجملة دي ممكن تكون مبنية للمجهول أو مبنية للمعلوم، أنا جبت لك الطريقتين علشان ما تتلخبطش. أهم حاجة يبقى فيه بعد السبيس عندي فيه فاعل،
فاعل. الفاعل دوت يعني معناها ان جملة كاملة. يبقى انا في الحالة دي هحط ايه؟ يا اما هحط so that، يا اما هحط in order that. هنا الاربع الخمس كلمات دول لازم نخلي بالنا منهم كويس جدا يا اولاد، لان دول من حاجات بتيجي أسئلة امتحانات، لأن هي بتبين الطالب فاهم الجملة ولا لا. لو انت فاهم هتقدر تحط الكلمة المناسبة صح، لو انت مش فاهم طبعا هتبقى الإجابة خاطئة. نيجي بعد كده للكوميونيكيشن. عندنا في كل وحدة بيجي لنا حاجة اسمها كوميونيكيشن، وكلمنا عن قبل كده ان كوميونيكيشن دي هي مجموعة جمل او كلمات او اكسبريشنز. الحاجات دي بنستخدمها في التعامل مع الاخرين، في التعامل مع الاخرين. طب انا دلوقتي يا ميس، انا الجمل اللي عندي النهارده او الموضوع اللي عندي النهارده بيتكلم عن ايه؟ انا عندي يا اولاد حاجه اسمها فورمال كويستشن و انفورمال كويستشن. الفورمال كويستشن دي بتبقى لما بكون بسال حد اكبر مني او بسال حد اعلى مني، لما اجي اساله سؤال لازم اساله بصيغه فيها بولايتنس، فيها بولايتنس يعني فيها ادب وتادب. ومعنى ان انا بقول سؤال فيه تادب يعني اقول سؤال فورمال. طب الانفورمال ده مش مؤدب؟ لا مش مؤدب، بس انا ممكن اساله لحد من اصدقائي، حد من اصحابي، حد صغير في سني اقدر ان انا اساله السؤال كده. طب تعالى مع بعض نشوف. جبت سؤال هنا وجبته بطريقتين، طريقة الفورمال كويستشن والانفورمال كويستشن. الفورمال كويستشن عملت سؤال كامل، What is the function of the airbag؟ ما هي وظيفة الايرباج او كيس الهواء اللي موجود في العربية؟ طيب انا جبت سؤال كامل. طب لو انا قلت السؤال ده بطريقة ودية بيني وبين زمايلي، بيني وبين اصحابي، What is this for؟ حاجه اقول له ايه؟ هو ايه ده؟ بمعنى كده بالظبط، هو ايه ده؟ هو فايدته ايه؟ بيعمل ايه؟ الطريقه الاولانيه والطريقه الثانيه اجابتهم واحده، اجابتهم واحده، وهي It protects the face and the body in a crash. يبقى نفس السؤال سواء سالت بالفورمال او سالت بالانفورمال كويستشنز الاجابه بتاعتي واحده، الاجابه بتاعتي واحده. طب يا ميس انت دلوقتي قلتي الفورمال، الفورمال ديت بنسالها للناس الاكبر مننا سنا، نسالها لحد اعلى مننا، لما اجي اتكلم معاه بتكلم معاه بتادب، فاجي اسال السؤال سؤال كامل، فبسال السؤال بالطريقه اللي احنا قلناها في الاول. طيب لما السؤال الانفورمال ده بقى، انا قاعده انا واخواتي انا واصحابي وقاعدين مع بعض وبنتكلم، وشفت الاير باك دي وقاعد معاه مثلا، اقول له ايه هو ايه دي فايدتها ايه؟ هو ده معناها الانفورمال كويستشن. طب يا ميس دلوقتي هل لما اجي اجاوب على السؤال الاجابه بتختلف لما بيكون فورمال او انفورمال؟ لا الاجابه مش بتختلف، لان هي الاجابه واحده، هي الاجابه عندي واحده، سواء كلمتك بطريقه كذا او كذا، لا هي الاجابه واحده. تمام كده؟ وكانت الاجابه عندنا ان هي الاير باج بتحمي البادي والهيد او الجسم والراس لسائق السياره. بعد كده هنيجي ناخد نوع من الاسئله اللي ممكن نتعرض لها وتكون مرتبطه باليونت دوت. طبعا انا عندي هنا اول سؤال fill in the space with words from the list. انا السؤال دوت طبعا سؤال مهم جدا من اسئله الامتحانات. السؤال بيبقى عباره عن مجموعه كلمات بين قوسين في لسته، وعندي خمس اسئله، وكل سؤال فيه سبيس بنختار منه كلمه من كلمات اللي فوق. اتفقنا قبل كده ان لازم اول حاجة نعملها في سؤال زي ده، هعيد لان احنا بدأنا خلاص نيجي للنهاية، وكل سؤال هقوله كأني بفكر حضرتك ازاي ان احنا نجاوب سؤال سؤال. طيب انا دلوقتي جاية اول مرة اشوف السؤال ده وبقول
اول حاجه هعملها ان انا هقرا كلمه كلمه وهعرف ترجمه كلمه كلمه. طب يا ميس اعرف الترجمه ازاي؟ طب ما انا دلوقتي لسه مديالك معظم الكلمات الجديده في النيو فوكابلري، هتفيدنا في الموضوع ده. اول كلمه رانواي، وات از ذا مينينج اوف رانواي؟ رانواي اللي هو الممر، رانواي ممر. طيب فيكل، فيكل، فيكل يعني مركبه، يعني مركبه، وقلت مركبه يعني قبل كده يعني الحاجات اللي احنا بنسوقها وتمشي في الشارع. سيت بيلت، سيت بيلت يعني حزام، حزام المقعد، الحزام المقعد اللي احنا بنحطه على بنربط بيه نفسنا واحنا راكبين السياره. شوكس، شوكس يعني ايه؟ شوكس يعني صدمات، صدمات. وايرز، وايرز، what is the meaning of wires؟ يعني أسلاك، أسلاك. كاميرا، كاميرا يعني إيه كاميرا؟ يعني كاميرا اللي إحنا بنصور بيها. طب أنا عرفت دلوقتي معنى كل كلمة موجودة عندي. آجي بقى أول سؤال عندي. powerful appliances، powerful appliances. have earth what؟ have earth what؟ طب انا هختار انهي كلمه من اللي فوق؟ ايه الكلمه المناسبه اللي انا ممكن احطها مع الايرث؟ احنا خدنا قبل كده ايرث وايرز، ايرث وايرز يعني السلك الارضي. طب معنى الجمله على بعضها ايه؟ ان جميع الاجهزه الكهربائيه لازم يكون فيها سلك ارضي، لازم يكون فيها سلك ارضي. نمبر 2، a space is used for taking a photograph. في حاجة عندنا بتستخدم لأخذ الصور. أنا هنا سمع حد بيقول إيه هي الإجابة بتاعتي؟ a camera. very good، excellent، excellent. إذا أنا تالت، يبقى أنا عندي الكاميرا هي اللي بتستخدم، بتستخدم في أخذ الصور، في أخذ الصور. number 3، car drivers، car drivers should wear، should wear يعني السائق، سائق السيارة لازم أو يجب إن هو يرتدي، يرتدي إيه؟ إيه الحاجة اللي فوق من الكلمات دي ممكن إن إحنا نرتديها؟ إيه الحاجة اللي ممكن نرتديها؟ ها فكر معايا كده ورد. ها أنا سمع حد فعلا بيقول seat belt، seat belt. سمع حد قال seat belt؟ very good، برافو علينا. seat belt اللي هو الحزام اللي موجود في الكرسي بتاعي، بيبقى موجود في الكرسي بتاعي. number 4، earth wires، earth wires اسلاك الارضي، الاسلاك الارضي. prevent electric space، الاسلاك الارضي prevent electric space، بتتفادى او بتمنع ايه؟ ها يلا مين هيرد، مين هيرد ويقول؟ ايوه شخص، بتتفادى او بتمنع الصدمات الكهربيه، يعني بتمنع ان ان البني ادم اللي ماسك الجهاز ان هو يتكهرب، يتكهرب. number 5، a car is a، a car is a، is a. انا خلاص فاضل عندي هما كلمتين، هختار انهي كلمه؟ العربيه a vehicle، a vehicle. what is the meaning of vehicle؟ خدناها قبل كده في الدروس اللي قبل كده، وهي مركبه، وهي مركبه. يبقى a car is a vehicle معناها السياره مركبه. تمام، نيجي لنوع تاني من الاسئله. احنا تعرضنا قبل كده لنوع من الباراجراف، نوع اللي هو 5 separate sentences، شرحناها قبل كده وكنت بدأتها معاكم علشان أبدأ معاك ازاي نعمل جملة جملة وتعلمناها مع بعض. النهاردة بقى هاجي أجيب لك نوعية من نوعية أسئلة الامتحان بالظبط. طبعا أنا عندي في سؤال الامتحان ما بيجيبليش باراجراف واحد، هو بيقول لي اختار
اختار من التو باراجرافس، اختار وليس، اعمل الاثنين. اوعى حد يكتب الاثنين. هو طبعا مش مشكله لما تكتب الاثنين، ولكن الواقع او المفروض زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا نجتهد في السؤال المطلوب مننا، نجتهد في السؤال المطلوب مننا. علشان لما قلت قبل كده برضو ان انا لما باجي اتكلم كتير وادخل كتير في تفاصيل، ده بيؤدي الى ان انا بقع في اخطاء كتير، فالاخطاء دي انا في غنى عنها. فانا دلوقتي السؤال ده بيجي لي في الامتحان بيقول لي اختار باراجراف من الاثنين، اختار وان باراجراف من الاثنين. انا دلوقتي جايبه لك واحد بس، هنقرا مع بعض ايه اللي ممكن يجي لي في السؤال. Write a paragraph of about 60 words. اكتب paragraph حوالي 60 كلمة، 60 كلمة. On the following, on the following. طبعا أنا هنا قلت on the following لأن أنا عندي one paragraph, one paragraph. لكن لو عندي اثنين هقول لك on one of the following, one of the following. في فرق كبير بين الاثنين يا ولاد. طيب تعالى كده نقرا مع بعض ايه الموضوع اللي عاوزني اكتب عليه الباراجراف. سيت بيلت، سيت بيلت يعني الاحزمه بتاعه المقاعد. طب ايه هي الجايدنج بوينتس اللي هو مديهاني؟ هو مش سايبني كده ويسيبني ويقول لي اشتغل، لا، ده هو جايب لي برده مساعدني وجايب لي جايدنج بوينتس ان انا استخدمها. في عندنا هيبقى حوالي 5 جمل، واعرف الجمله نهايتها امتى لما تبقى في عندي بعد الجمله السلاش اللي انا شايفها دي. انا شايفه هنا سلاش، هنا سلاش، هنا سلاش، هنا سلاش، ده معناها نهايه الجمله. كل ما عليا ان انا اقرا كلمات بعنايه واعرف ايه الكلمات اللي هربط بيها الكلمات دي علشان اعمل جمله كامله. هقرا الاول جمله جمله. all vehicles، all vehicles يعني جميع المركبات. بعد كده must have، must have يجب ان يكون فيها. seat belts، seat belts احزمة مقاعد. تمام كده. طيب الجملة الثانية بتقول made of، made of polyester or rubber elastic. يبقى انا عندي الجمله الاولانيه هنا بتقول انا عايزه اقول هنا ان كل المركبات لازم يكون فيها احزمه مقاعد، دي اول جمله. طب الجمله الثانيه، الجمله الثانيه بتقول ان لازم الحزام ده يكون مصنوع من البوليستر او الرابر علشان هما من المطاط، من المطاط. طب نيجي للجمله اللي بعد كده. important، important مهم. drives، drives سواقة. passengers، passengers، passengers. طبعا هو الحزام ده بيتكلم بيقول ان هو اهميته بالنسبة للسواقة وللسواق وللركاب. الجملة اللي بعد كده protect drivers، protect drivers. يبقى انا عايز اقول في الجملة دي ان الاحزمة دي هي اللي بتحمي السائق، بتحمي السائق. اخر جمله عندنا بتقول reduce road accidents، reduce road accidents يعني بتقلل حوادث الطرق، بتقلل حوادث الطرق. انا هنا قريت كل كلمه موجوده في الجمل دي. اهم حاجه عندي ان انا بعد ما اخلص كل جمله اقوم حاطط الفول ستوب بتاعتي علشان يبان ان انا دخلت في جمله جديده. نيجي نشوف مع بعض الإجابة بتاعة الباراجراف ده. seat belts بقى عندي هنا باراجراف كامل بيقول all vehicles must have seat belts. بقى عندي جملة كاملة بتقول إن كل المركبات يجب أن يوجد بها أحزمة المقاعد. خلصت الجملة، حط معايا هنا إيه على طول، على طول اقوم حاطط هنا الفول ستوب بتاعتي. ابدا الجمله الثانيه it's made of polyester or rubber because it is elastic. يعني الجمله الثانيه بتديني معلومه ثانيه ان هو مصنوع من البوليستر
أو الرابر. ليه؟ علشان هو مطاط، علشان مطاط. حطيت برضو الفول ستوب بتاعتي وأقوم بدأ جملة جديدة. It's important to drive passengers. It's important to drive passengers. خلصت الجملة بتاعتي وبرضو حطيت هنا الفول ستوب، الفول ستوب بتاعتي. الجملة اللي بعد كده It protects drivers. It protects drivers. هو بيحمي الايه؟ السائق، او بيحمي السائقين. برضو حطيت الفول ستوب بتاعتي. اخر جملة عندي It also reduces road accidents. ايضا الحزام دوت او الاحزمة ديت بتعمل ايه معايا؟ بتقلل حوادث الطرق، بتقلل حوادث الطرق. اللي انا عايزة اقوله دلوقتي ان انا عندي باراجراف، يعني موضوع متكامل مديني معلومات عن حاجة معينة اللي هو طلبها مني، اديته معلومات كاملة. المعلومات دي ورا بعضها، كل جملة منفصلة عن الجملة بالفول ستوب بتاعتها. ازاي ان انا لو بصيت على الكلمات اللي هو مديهاني مساعداني مع الباراجراف اللي انا كتبته دلوقتي، هلاقي ان انا يعني وضعت كلمات بسيطة جدا، كلمات بسيطة جدا علشان اكمل بيها الجملة. والباراجراف ده يا ولاد من الاسئلة المهمة جدا وبتجيب درجات. طبعا زي ما احنا عارفين هفضل اعيد وازيد كل ما اجي احل امتحان واقول حل اسئلة الامتحان من اهم الاشياء. في حاجة اسمها مهارة حل الامتحان، ان ازاي احل الامتحان مش علشان اعمل صح وغلط او انجح بس، لا ده انا بحل الامتحان علشان اقدر اجمع اكبر قدر من الدرجات، لان انا دلوقتي في سنة مرحلة عمرية لازم احصل على درجات تأهلني ان انا اكمل للاعلى وليس ان اقف مكاني. فسؤال الباراجراف ده ناس كتير جدا من الطلبة بيقولوا ان هم بيستصعبوه، بيشوفوا فيه شيء من الصعوبة. انت بتلاقي فيه صعوبة ليه؟ لان انت عندك مجموعة كلمات، لو انت حفظت كل كلمة من الدروس اللي احنا بنشتغلها هتلاقي ان كل كلمة بتجيلك في الباراجراف سهلة، سهلة جدا، وسهل ان انت تكمل الجملة بحاجات ده انت ممكن تكمل الجملة بحرف جر فقط ليس الا. مش عايزاك تجيب كلمة كبيرة، لا انا عايزة ابسط الكلمات، اعمل لي جملة بسيطة جدا. واهم حاجة ان حضرتك، انا المرة اللي فاتت لما جيت لك الباراجراف اللي بيتكلم عن السيبريت سنتنسز، كتبت لك سيبريت سنتنسز جملة ورحت بدأ اللي بعديها في السطر اللي بعد. لا، انا لما اجي اقول لك باراجراف اوف 60 ووردز وجايب لك فيه جمل باراجراف متكامل، اوعى اوعى تعمل جمل منفصله. لازم الباراجراف يكون متكامل، الجمله تخلص اقوم حاطه فول ستوب واقوم مكمل الجمله الثانيه وهكذا لغايه ما يخلص عندي الباراجراف، علشان يبقى اسمه موضوع متكامل، موضوع متكامل. ده من اصعب الاسئله اللي الطلبة دايما بيقفوا فيه، وطبعا هو مش صعب ولا حاجة. واحنا ان شاء الله مع الحلقات القادمة هناخد او نتدرب على انواع كتيرة من الباراجرافز. نيجي بعد كده للسؤال اللي بعد. طيب ده برضو من الاسئلة المهمة جدا يا ولاد اللي بتيجي في الامتحان. انا عندي هنا choose the correct answer from A, B, C or D. عندي اختيار بين اربع كلمات. We can get space from solar rays. طب انا دلوقتي، احنا اتفقنا قبل كده ان احنا لما نيجي نحل سؤال زي ده بيحصل ايه؟ بنيجي نبص على الجملة نفسها واعرف ايه الحاجة اللي ناقصة فيها، وفي نفس الوقت انا ببص على الاختيارات اللي عندي الاربعة واشوف ايه المناسب ليها، واقرأ كلمة كلمة واعرف كل كلمة معناها ايه. طيب We can get space from solar rays. We can get space from solar rays. هل انا بستخرج ايه او بحصل على ايه من اشعة الشمس؟
هل بحصل على الأويل الزيت ولا الووتر المية ولا الإلكتريسيتي ولا الكول الإلكتريسيتي اللي هي كهرباء ولا الكول اللي هو الفحم؟ ها مين يحل معايا يا أولاد؟ يلا نشوف كده. برافو برافو، إلكتريسيتي. أنا أقدر أحصل على من أشعة الشمس على الكهرباء، من الكهرباء. السؤال اللي بعده: The station is as space as jumbo jet. احنا يا ميس فاكرين ان as و as لازم يجي بعدهم adjective في النص، بتبقى adjective من غير اي اضافات، يعني adjective بس. هل هنحط longer ولا long ولا longest ولا lens؟ طبعا انا سمع حد هنا بيقول لي as long as. برافو برافو برافو، as long as. انا استخدمت هنا long فقط، اي حاجة من دول ما ينفعش، لان انا عندي هنا as، as صفة as. اوكي. These shoes are too small. الشوز اللي عندي ده small، very small، يعني صغير جدا. I want نقط space 40 please. انا دلوقتي عندي مقاس شوز، بقيس شوز فلقيته صغير. هل انا عايزة اللينس، I want لينس كذا ولا I want size كذا ولا I want weight كذا ولا I want wides كذا؟ لا، الاجابة هتبقى size. انا عايزة مقاس 40، انا عايزة مقاس 40. طيب كده وصلنا لسؤال تاني من الأسئلة المهمة برضو: match one part from A with a part from B. عندي كولم A وكولم B، عندي هنا أربع جمل وأربع جمل، عايز أعرف كل جملة من A أوصلها باللي يناسبها من B. هنيجي الأول واحد: the function of a radio antenna. وظيفة الأريال اللي في الراديو، الأريال اللي في الراديو ايه هي يا ولاد؟ نبص كده نشوف. وظيفة الاريال هي to transmit radio signals. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بتوصل اشارات اللاسلكية او الراديو، بتوصل اشارات الراديو، بتوصل اشارات الراديو. تمام. نمبر 2، an astronaut's job. وظيفة رائد الفضاء، وظيفة رائد الفضاء ايه هي؟ وظيفته ايه؟ is very interesting. هي شيقة جدا، شيقة جدا. But also very dangerous. هي شيقة قوي فعلا، بس فيها خطورة جامدة جدا. A wooden ruler. A wooden ruler. يعني ايه wooden ruler؟ اللي هي المسطرة الخشبية. مسطرة الخشبية مالها؟ can measure within. يعني تقدر تقيس بمقدار an accuracy of. بص الدقة بقى اللي ممكن تقيسها، هو المفروض هنا plus or minus. plus or minus يعني أقل أو أكتر. 25.25 مليمترز، يعني دقة فظيعة بتقيس بيها. فاضل عندي هنا the new shuttle. a new shuttle is about the size of a house. هو حوالي حجمه زي حجم المنزل. ده نوع من الأسئلة. نيجي برضو لنوع آخر من الأسئلة، وهو الترانسليشن. ترانسليشن اللي هو translate into Arabic. translate into Arabic. when was the international space station launched? when was the international space station launched? احنا اتفقنا ان لما نيجي نترجم بالعربي هنشوف المعنى الجملة على بعضها ونكتبه as a whole. انا عندي هنا بقول متى اطلقت محطة الفضاء العالمية، متى اطلقت محطة الفضاء العالمية. طيب هنا احنا وصلنا لمعظم اسئلة الامتحان اللي احنا هنتعرض لها، وعايزة اعمل استرس بسيط على الترانسليشن دي. انا عندي نوعين من الترانسليشن، انا جايبه النهارده نوع واحد، ولكن تعرضنا قبل كده كتير لانواع تانية، وهي ترانسليت انتو انجليش. انا لما اجي
اكتب لك اقول لك translate into English، بجيب لك جملة بالعربي واقول لك ترجمها للغة الانجليزية. برضو الترجمة هرجع واكد عليها، انا عندي نوعين من الترجمة، يا اما اجيب لك جملة عربي ترجمها لي انجليش، ودي بتبقى صعبة عليا شوية كلغتي الاساسية مش انجليش. لكن تعالى ناخد الجزء الثاني اللي هو اجيب لك زي ما جبت لك النهاردة وقلت لك انا عندي جملة انجليش عايزك ان انت تترجمها ان عربي. طيب يا ميس اعمل ايه في المرة الاولى واعمل ايه في الثانية؟ انا لو جبت لغة جبت لك جملة باللغة العربية وقلت لك ترجمها بالانجليش، ارجوك ارجوك ما تحاولش تكتب كلمات كتيرة، تحاولش توصل لكلمات صعبة، اوصل لي لابسط حاجة تقدر تكتبها، ابسط كلمة تقدر تكتبها علشان الجملة بتاعتك تبقى كاملة، وما جيش اقع في النص وقوم كاي بس بيس، يبقى انا كده ما عملتش حاجة. يعني انا ممكن اجي اترجم، لو ترجمت ترجمة حرفية هاجي عند كلمة مش هعرفها، مش عارفة اترجمها بالانجليزي، لان انا دلوقتي في موقف ان انا خلاص لازم اكتب. لا، ابعد عن الترجمة الحرفية وخد الجملة as a whole واكتبها كلها على بعضها بالانجليش بابسط طريقة، بابسط لغة، بابسط كلمات. طيب لما اجي اكتب الجزء الثاني او النوع الثاني من الترانسليشن اللي عندي دلوقتي، وده من اظرف الانواع وده من اسهل الانواع اللي بتقابلنا، ان انا بيبقى عندي جملة بالانجليش اقدر ان انا اكتب كل اللي انا عاوزه بالعربي. اهم حاجة ان انا فهمت الكلمات بتاعتي، فهمت الجملة بتقول ايه، اقدر ان انا اكتب معنى الجملة. يعني انا عندي هنا When was the International Space Station launched؟ الله، انا عندي اول حاجة ده سؤال، طب ما انا السؤال ده هعمل فيه ايه يا ميس؟ اكتب على طول معنى السؤال ايه، وين معناها ايه، معناها متى. طيب هنا بقى بقول ايه، بعد ما بكتب متى على طول اكتب معنى السؤال بتاعي، متى اطلقت محطة الفضاء العالمية، وما انساش علامة الاستفهام بتاعتي. ولازم زي ما بقولك حاول بقدر الامكان ان انت ما تسترسلش، وحاول تديني الاجابة بالضبط على قد ما انا طالبة. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، وإن شاء الله الحلقات القادمة هنستكمل معا باقي أنواع الأسئلة والجرامة. Thank you very much. Goodbye and good luck.